إلى موضوع آخر أو شأن متصل، حيث قدمت جل الأحزاب إلى الآن لوائح مرشحها في الاستحقاقات القادمة. لوائح تراعي عادة المعايير الانتخابية والأوزان الاجتماعية والمادية، في حين ينتظر الناخب مرشحين قادرين على الرفع من مستواه وتأدية مصالح. أغلق باب الترشح للبلديات والمجالس الشهوية بعد جدل قانوني، وتوجهت الأنظار إلى لوائح النواب ليتجدد التحدي في اختيار المرشحين. عوامل عدة تلعب الدور الأكبر في خيارات الأحزاب، ليس أقلها التوازن الاجتماعي والقدرة المالية. تعكس ترشيحاتنا بالإجمال الصورة الوطنية في تعددها العرقي والفئوي والعمري، وما يتعلق بما يقولون صار الإشعار ما يتعلق بالمرأة والرجل. البرامج الانتخابية كانت ستشكل الفرق الواضح للناخب الموريتاني في اختياره بين المرشحين، لكن تلك الثقافة لم تتجذر بعد. الأحزاب السياسية في أي بلد من العالم يفترض أن تبحث عن أشخاص لهم قواعد شعبية تستطيع من خلالهم أن تحصل على المناصب الانتخابية التي يتم التنافس عليها، لكن للأسف في موريتانيا هناك عوامل أخرى، عوامل قبلية وعوامل اجتماعية وعوامل اقتصادية حتى تتداخل لتحدد طبيعة المرشح، وليس بالضرورة فقط وجود توفره على قاعدة شعبية محددة. آمال المواطنين تتطلع لعمدة يتقن الإنجاز للاستعراض، ونائب يرفع المظالم والمطالب تحت قبة البرلمان، لا آخر يقضي المأمورية في المهاترات السياسية. نرى البعض لا يحمل هموم مقاطعته أو الدائرة التي انتخبته، فإذا حدثت مثلا دورة برلمانية يظل صامتا دون أن ينقل إحساس المواطن ونبضه. أنت لم ينتخبك الشعب لتبقى ديكورا تتزين به الأندية والمحافل، لأن المنتخب أيا كان يجب أن ينهض بهم منتخبيه وأن يحظى بثقتهم وأن يكون همزة وصل بينهم وبين القائمين على الشأن. ينبغي بعد أن المترشحين يعودوا عارفين بعد أنهم متحملين عبء ثقيل ومسؤولين عنها في الدنيا وفي الآخرة، وبالتالي يا الله تعود إنسان ما يترشح من أجل أنه يحسن ظروفه، هو غير مترشح من أجل أنه يحسن ظروف هذه الناس اللي انتخبته، وهذا هو اللي وقالوا البيضان ما يعرف يحامر. هذا العالم اللي مرقبنا، اللي عادوا على درجة من الوعي. الناس تزرق على أساس البرامج، ما تزرق على أساس القبلية والجهوية وذوي العمي وذوي الخالي. الشارع الموريتاني ينظر للمشهد بعينين، أولاهما تتحين فرصة التصويت لاختيار من يمثله، والأخرى حائرة في خيارات الأحزاب لبعض مرشحها. متابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو عبد الصمد ولد مبارك، رئيس مركز أطلس للتنمية. أهلا بك ضيفي الكريم. بداية، أين الناخب من خيارات الأحزاب وهل له أولوية في الخيارات؟ شكرا على الاستضافة. بالنسبة الانتخابات في موريتانيا بطبيعة الحال انتخابات تعددية، ولكن هي انتخابات تأخذ بعين الاعتبار الطابع المبدئي الفقهي التأصيلي للعبة الديمقراطية التعددية، ومن جانب آخر تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات البلد، خصوصيات الاجتماعية والثقافية، وأيضا تجذر فيه الممارسة الديمقراطية التعددية. فعلا الناخب في مواجهة التعددية الحزبية في موريتانيا يواجه مجموعة من العراقيل تحدد مسلكيات الناخب الوطني بصفة عامة، ومن أهم هذه المسلكيات طابع القناعة الأصلية المنطلقة من برامج سياسية الأحزاب التي تشكل في إطار مشروع مجتمع متكامل، وإن كان هذا الطابع جزئي نتيجة نسبي نتيجة لفقدان الثقافة السياسية وفقدان التنشئة السياسية داخل الأحزاب، وأيضا محدودية ما يسمى بالانضباط الحزبي داخل التشكيلات السياسية بصفة عامة. المواطن على قلة الكثافة السكانية يواجه ترسانة من الأحزاب السياسية تتجاوز حوالي 105 أحزاب سياسية، وبالتالي يطبع الطابع. وهل هذه الظاهرة صحية؟
تعدد الأحزاب داخل الطفرة تعدد الأحزاب داخل في البلدان النامية هي ظاهرة متنامية في البلدان النامية بصفة عامة وتخضع لعدة عوامل ومؤشرات ومعوقات أساسية للتعددية بصفة عامة وهي ظاهرة صحية من جهة وإن كانت تطبع الكثير من الممارسات السلبية من جانب آخر نتيجة لتقلب الطابع تقليب الطابع التقليدي والموروث الثقافي على النهج الديمقراطي. لكن إذا نظرنا إلى الواقع العشرة أحزاب فقط من هذه المئة والزيادة هي التي من تتحرك في المشهد السياسي والانتخاب حتى. لا الآن هذه الانتخابات يطبعها طابع ظرفي وهو استجابة الأحزاب بصفة عامة لأوامر وزارة الداخلية بضرورة المشاركة قصد الحصول على نسبة 1% للبقاء داخل المشهد السياسي. نعم هو الخوف دافع الخوف هذا الخوف دافع الخوف هذا دافع الخوف واللي دفع بالأحزاب السياسية إلى النزول إلى الساحة إلى المعترك السياسي وبالتالي ضخ منتخبين هنا وهناك قصد الحصول على البقاء في حدود هذه النسبية اللي تضمن لهم البقاء وإن كانت التجربة توحي أن فقط الأحزاب التنافسية تقتصر على 5 إلى 6 أحزاب على المستوى الوطني. لماذا ترضخ برأيك العديد من الأحزاب السياسية لمغريات الوزن الاجتماعي ووفرة المال السياسي؟ في كل بلد عنده خصوصيات وعنده ممارسات وعنده نهج وعنده تقاليد ديمقراطية. في البلدان النامية على قرار ما يحدث في موريتان الناخب سلوك الناخب يوجه انطلاقا من مجموعة من العوامل أهمها خارج عن البرامج السياسية والدعاية والانتساب الحزبي والانضباط داخل الأحزاب يخضع لعوامل الإكراهات المادية والإقراءات ودور الناخبين الكبار في توجيه الرأي العام وتوجيه الناخبين بصفة عامة وهذا ما يحدث وإن كان يأخذ طابع تقليدي نظرا لخصوصية المجتمع وبروز العامل الأنثروبولوجي الاجتماعي ودوره في توجيه الرأي العام وتوجيه الناخب بصفة عامة وبالتالي هذا ما يلقي ترحاب لدى الأحزاب السياسية في التوجه إلى هذا الناخبين الكبار قصد الفوز وإحراز الأماكن التقدمية في النتائج الانتخابية بصفة عامة. هل هناك مسؤولية للأحزاب أو لإرادة الإدارة المشرفة على الانتخابات حول اختيار المرشحين والتأثير على خيارات الناخب وإرادته؟ خيارات المرشحين يخضع لكل حزب يخضع لمعايير معينة يخضع لمسلسل تشاوري داخل الأحزاب داخل بنية الأحزاب بصفة عامة وكل حزب له إجراءاته الخاصة به وبالتالي ما العلاقة هون على المعادلة الثنائية تطفو على السطح في المرحلة الثانية في مرحلة الانتخابات عندما تبرز الأسماء المترشحة وبالتالي يصبح الناخب ملزم على الاختيار داخل دائرة متضيقة للأحزاب السياسية. نعم. وهنا يظهر هذا عامل القوة الاجتماعية في التأثير على الناخب وسلب إرادته وبالتالي تكريس الأغلبية هنا وهناك. نعم بعض أحد المسؤولين وأحد الناشطين في الحزب الحاكم خلال مقابلة سابقة في أيام ماضية مع قناة الساحل أكد أن خيارات الحزب الحاكم التي رشح للانتخابات اعتبر فيها عامل المستوى العلمي. إذا كان هذا صحيح هذا يعتبر تطور سيربأ بهذه الأحزاب عن النظر مثلا المصالح القبلية والضغوطات الاجتماعية في هذا النوع. ما يتميز به الحزب الحاكم عن باقي الأحزاب كون الحزب الحاكم يغطي كافة الخريطة الوطنية الخريطة السياسية الوطنية وبالتالي عليه ثقل كبير من ناحية الترشحات وكونه أيضا يواجه خصوصية البلد بصفة عامة وله مجال واسع في الاختيار وهنا يسطر مصدرته الخاصة اختيار مرشحيه لا شك أنه يخضع المعايير من هالتشاور ومن هالمعيار العلمي ومن هالبعد الثقافي والبعد العلمي ومنها أيضا العمق الانتخابي من ناحية الدعم ولكن يبقى المرشح ومرشح الحزب الحاكم لأنه عبو وعبء ترشحه عبر نجاحه يقع على الحزب بصفة عامة يقع على الحزب. في الحقيقة حدث هنالك تباين بعد المصادقة على بروز لائحة المترشحين في المجالس الشهوية والنيابية والبلدية حدث تباين لا شك أنه كان واضح على مستوى حراك ولد حراك على مستوى الساحة السياسية الوطنية وتولد عنه مجموعة من المغاضبين وخارجين عن سلطة الحزب أو الانضباط الحزبي وهذا ما التفت له الأحزاب الأخرى قصد الاستفادة من هذا البعد أو من هذه الثغرة اللي حدثت داخل الحزب الحاكم ولكن يبقى الحزب الحاكم هو الحزب القوي والحزب المسيطر بدون شك وبدون منازع للساحة السياسية والمؤشرات تدل على أنه الحزب القوي على الرقم من بروز تشكيلات أخرى بدأت تطفو على السطح وتدفع بثقلها من أهم حزب طوارئ
التواصل والمؤيد الإسلامية اللي اليوم يرشح أكثر من 156 داخل الدائرة الانتخابية وحزب قوى التكتل وتكتلات أحزابية أخرى بالإضافة إلى أيضا الإرادة اللي تبلورت لدى المنتدى في إقامة التحالفات بقصد مواجهة الحزب الحاكم بثقل وبقوة. لكن داخلية. لنعود إلى خيارات الناخب، كيف يحسن الناخب كيف يتم النأي بخيارات الناخب عن التأثيرات كل التأثيرات المال السياسي والولايات القبلية؟ الناخب عندنا في البلد نوعين، ناخب داخل كبريات المدن اللي تتميز بوعي سياسي وثقافي، وهذا الناخب ربما يكون يحرك انطلاقا من مرتكزات علمية ثقافية سياسية قناعات وجهات برامج سياسية، عكس الناخب داخل في الأماكن التقليدية وفي الأماكن النائية ما زال الطابع التقليدي يعتبر هو البعد الحقيقي المحرك الأساسي لسلوك الناخب، وبالتالي توجيه رأي عام في خلق أقطاب محلية تتحكم فيها دوائر ضيقة. سؤال أخير، هل برأيك الأرضية الحالية الأرضية الموريتانية بجميع أبعادها المجتمعية وهل هي أرضية خصبة لإرساء ديمقراطية؟ نعتبر أن بلدنا يعيش تجربة تعددية منذ تسعينات القرن الماضي، وأن هذه تجربة عاشت الأخذ والرد وعاشت مجمل مجموعة من الإصلاحات الجذرية على مستوى الدستوري وعلى مستوى الهيئات السياسية وعلى مستوى الترسانة القانونية، وبدأ التعاطي معها وبدأ تطوى على سطح مجموعة من الإرهاصات تقود بدون شك إلى قيام ديمقراطية حقيقية يتعاطى مع المواطن انطلاقا من خصوصيته، ولكن أيضا انطلاقا من تكريس اللعبة الديمقراطية على أرض الواقع. نعم، رئيس مركز أطلس للتنمية عبد الصمد ولد مبارك، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا في هذه النشرة.